طلعوا فيكم. نبتدى على بركة الله ونفتتح المزاد وشكرا. 10,800 نخلة، سعر الافتتاحي 1,600,000,000. عشر آلاف وثمانمائة نخلة، سعر الافتتاحي 1,600,000,000. 1,650,000,000 الطاهر عجائب. 1,700,000,000 سعيد جوادي. 1,700,000,000 سعيد جوادي. 1,700,000,000 فماش شكون زاد. 1,700,000,000 سعيد جوادي فماش شكون زاد. نعتبر انفسنا ان انجزنا معناها البتة بنجاح من قطاع النظير بالنسبه لنا احنا، خاصه وان بحضور تقريب 7 أعضاء برلمان امضوا في محضر البتة. نحن مستقبلا معناها على الاقل بدايه من الغد يوم الاثنين، لعلمكم امس الساعه وقعت تشكيل لجنه دفاع وطنيه صحوا فيها اليوم ولا انضموا لها اليوم 37 محامي، وسنجر الدوله الى المحاكم في قضيتين عدليتين مختلفتين، الاولى في نفي صفه دوليه الارض، والثانيه في طلب تعويضات على 55 عام قاعدين ينهبوا في ارض ليس لهم فيها حق. عندنا حكم من المحكمه في جزء من الضيعه هذه انها ليست ارض دوليه، طلبت الدولة باش تسجلها والحاكم رفض تسجيلها أرض دولية، وبالتالي سنطالب بتعويضات على استغلالهم أرض في غير وجه حق. احنا هذا المرحلة اللي وصلنا لها اليوم معنا، وطبعا ماناش مسلمين في حقوق الجمهورية الكل راه موجودين اليوم في جمنة. جمنة وحدة فعلا هي فيها اليوم الوحدة الوطنية، مش الحكومة حكومة وحدة وطنية، جمنة اليوم هي تمثل وتجسد الوحدة الوطنية. حتى كانت عندنا رغبة في التخلي، لكن كي ترى الناس اللي دفعتك اليوم واللي دعمتك لا تملك إلا أن تواصل السير في الطريق اللي اخترتيناه من 2011 إلى الآن. منوال تنمية بدعناه هو موجود بارتو في العالم، منوال تنمية آخر عرى فضح هكا منوال التنمية نتاع الكابيتاليزم سافاج اللي ماشية فيه الدولة، عرى خضوع سلطة الدولة إلى إملاءات صناديق النهب الدولية بشكل عام، ونحن أنجزنا ما معنا حتى في البراتيك، احنا طبقنا ما سيقع لاحقا النظر فيه في مشروع سيعرض في الأسابيع القادمة على مجلس نواب الشعب، وهذاك علاش احنا متمسكين بمواصلة التجربة معناها ولن نفرط في حقوقنا معناها. أني معاهم مساندهم ومعاهم من قبل مساندهم، حتى من اللي جت الثورة عطينا فلوس باش أن هي باش يقيموا الخدامة ويكونوا كل شيء. واتت السنين أعرفهم كل اللي جاي من برا من طوزر ومن كل تيوخروا التالي، كما شبحت اللي كان يخرص فيها عندها 5 سنين يوخر التالي، فهمتني؟ قال لا مش خرصينها، وحب هو باش يخرصها عن طريق الحاكم. الناس كل مسانديننا فيه، طيب كيفاش نخاف أنا؟ تجي الحاكم تحبسها الناس كل باش توقف، وخاسر الحاكم فيها باش يوقف عليها ولا حاجه باش يوقف حبسها خاسر. هو الحاكم تو ماشي في الخساره مش ماشي في الربح، من المفروض ما يعملش الشوشر هذه كل يعملها بعد البت، تعالى حاسبني ولا تعالى كذا ولا هذه ارضك صحيحه ما منو دارها الارض هذه، فهمتني؟ ولك انا ما دارتش حوايج باهيه في البلاد ولا ما دارتش حاجه ما انا عاونت بها وكل شيء، عندك الحق يعني فسدوا فيها الفلوس عندك الحق، اما هذه راهي فما حوايج داروها ماكش تدير انت نهار اخر.